الفنلندي ميشيل عون يوم أمس من أن البلاد تتجه حسب تعبيره نحو جهنم في حال عدم توافق القوى السياسية على تشكيل حكومة كان يؤمل أن يعلن تأليفها قبل أسبوع، ولا تلح في الأفق حتى الآن أي بوادر لحل العراقيل أمام ولادة هذه الحكومة. وقد تعهدت القوى السياسية لإنجاز هذه الحكومة إلا أنها لم تستطع حتى الآن أن تتوافق على تشكيل الحكومة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الجاري كان قد تأمل أن تشكل حكومة بمهمة محددة تتألف من مجموعة قوى مستقلة وتحظى بدعم الأطراف السياسية في مهلة أسبوعين كانت انتهت قبل أيام، إلا أن مساعي التشكيل ما زالت تراوح مكانها مع إصرار حزب الله وأمل وحركة أمل على تسمية وزرائهما في الحكومة والتمسك بحقيبة المالية، الأمر الذي تعارضه أطراف أخرى منها تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري. معي للحديث حول هذا الموضوع مجددا الكاتب والإعلامي اللبناني أستاذ يحيى حرب. أستاذ يحيى مرحبا بك مرة أخرى. بداية يبدو أن الرئيس اللبناني خانه التعبير، يعني بدل من أن يبشر الشعب اللبناني يحاول أن يخفف من وطأة الأزمة السياسية التي تعيشها بالبلاد ذهب بأقصى ربما التشاؤم في الحديث عن جهنم. ماذا يقصد بالبلاد تتجه نحو جهنم؟ هو فعلا يعني أقل الكلام أن يقال ما عبرت عنه أنه خانه التعبير، وهو يعني صفة جيدة لوصف الحالة. هو فعلا يعني تعبير غير مناسب، ليس في مكانه، وأسوأ ما فيه أنه يوحي باليأس والتشاؤم، وليست هذه وظيفة رئيس البلاد أو قائد الأمة وقائد المجتمع في هذه المرحلة الصعبة. ولكن في جوهر الأمور فعلا الأمور صعبة في لبنان، هي الأمور صعبة في لبنان، معقلة في لبنان. الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية في البلد بلغت ذروتها، يعني المجتمع كله، الشعب كله، كل فئاته تتألم ومتضايقة إلى درجة كبيرة. نحن في وضع صعب، وهناك هذه النافذة التي حكي عنها، نافذة تشكيل حكومة جديدة برعاية فرنسية. طيب الآن عقدة المنشار حسب ما تصرح به بعض الأطراف السياسية، أريد أن أستوضح منك من أنها فعلا هذه العقدة، وزارة المالية، أمل وحزب الله يتشبثان بتسمية وزيرهما، أو حتى وإن لم يكن من أمل ومن حزب الله لكن مقرب منهما. هو الحقيقة يعني هذا هو الشكل، ولكن ليس صحيحا أبدا. المالية لا تعني شيء ولا تفيد شيء، ولا من يمسكها يستطيع أن يفعل شيء. وهذه أمل التي كانت معها وزارة المالية لسنوات، 10 سنوات، 15 سنة، ماذا فعلت بها؟ ما هو الإنجاز الذي أنجزته لنفسها أو لغيرها؟ إذن لماذا يتمسكون بها؟ هذه وسيلة لإيقاف الحكومة، يجب أن توقف هذه الحكومة، هذا هو السؤال. لماذا؟ هناك سببان. السبب الأول، هناك عدم ثقة بين الأطراف اللبنانية، وهذا طبعا متراكم من سنوات الحرب. السبب الثاني هو التدخل الأمريكي الحاد، وهذا ما عبر عنه الفرنسيون أيضا. وهنا التدخل لأي جهة؟ التدخل ضد من؟ حتى الفرنسيون متضايقون. الفرنسيون ليسوا ضد أن هذا الموقف من حزب الله وحركة أمل، هم يشعرون أنهم خدعوا من الأمريكيين، تعرقلت خطواتهم من الأمريكيين. الأمريكيين يتدخلون الآن بثقل لكي يحرفوا مسار المبادرة الفرنسية. الكل يعرف أستاذ الكريم أن الرئيس الفرنسي عندما جاء إلى لبنان كان له حركة لافتة، أنه اجتمع برئيس كتلة الوفاء للمقاومة، أي حد مسؤولي حزب الله، اجتمع علنا مرتين، بل صرح علنا، دافع عن حزب الله وقال بصوته أنه يريد حكومة وحدة وطنية. هلا الآن جاءت أمريكا إلى الخط. أمريكا مشروعها منذ تشرين الأول العام الماضي، مشروعها إبعاد حزب الله عن هذه الحكومة. وإذا أبعد حزب الله نفسه، هو أبعد نفسه عن هذه الحكومة، ما الذي سيخسره؟ يعني إذا ترك للآخرين وزارة المالية وقال هذه حكومة تصريف أعمال، حكومة إنقاذ، حكومة نريد كلنا أن ننجحها، أنا لا أريد أن أكون متسببا بتعطيلها، ماذا سيحصل؟ هذا لو كانت فعلا حكومة يعني لا يشكلها طرف معين وليس وراءها أحد.
لو كانت كذلك هو فعلا يخصي نفسه، وهو فعلا أخصى نفسه عدة مرات. أصلا في الحكومات السابقة لم يكن هناك عضو من حزب الله في الحكومة، كان هناك أصدقاء أصدقاء له في هذه الحكومة. وطبعا أنت في مجتمع لبناني صغير جدا، يعني لن تجد أحدا مستقلا تماما ليس له علاقة بالناس. يعني سيجد حزب الله وأمل من المقرب له، ولكن الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية لا تريد ذلك، هي التي تعيقل هذه العمليات، لأنها تريد فعلا استهداف تحقيق إنجاز سياسي إسوة بما يجري في المنطقة تسخره لانتخاباتها الداخلية. معي أيضا الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الدكتور حسين عطوي من بيروت. دكتور عطوي أرحب بك في أضواء على الأحداث. من وجهة نظرك أين هي العقدة الآن التي يجب فعلا أن تحل من أجل أن ترى أي حكومة لبنانية قادمة النور؟ مساء الخير لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. ببساطة العقدة هي ضوء أخضر خارجي، يعني هناك أطراف في لبنان تصارع عن الخارج، وبالتالي هذه الأطراف الخارجية أيضا بينها نوع من مساومات معينة، وتريد أن تمظهر هذه المساومات في الشارع اللبناني. فإذا حلت العقد مثلا بين الإيراني وبين الأمريكي في مكان ما، ستجد أن الحكومة ستحل مشكلتها بين يعني في منتصف الليل. طيب من وجهة نظرك ما هو هامش التنازل الذي يمكن لأمل وحزب الله يقبله لكي تسير الأمور، وبالمقابل أيضا هم لا يخسروا أي استحقاق في المستقبل، أي استحقاق لمكانة حزب الله ولمكانة وحصة حزب الله وحصة ربما الطائفة الشيعية في هذه الحكومة اللبنانية؟ القضية ليست قضية أين يخسر وأين يربح، القضية هي أن البلد بأكمله الآن يتشكل بطريقة جديدة، تسعى الإدارة الأمريكية لتشكيله بطريقة جديدة، تسعى فرنسا أيضا لتشكيله بطريقة جديدة، وبالتالي الفرقاء السياسيين الآن يستقون بالخارج. والقضية ليست قضية وزارة، يعني ليس الموضوع هو والله أنه نريد هذه الوزارة أو تلك الوزارة، لا أبدا أبدا أبدا، موضوع كباش سياسي بالمطلق. الكل يبحث عن تسجيل نقاط على الآخر ليقول أنه أنا موجود وأنا أستطيع أن أنفذ رغباتي. ما الذي يريد الأمريكي دكتور عطوي؟ ما الذي يريد الأمريكي؟ الأمريكي يريد أن يبقى هو المهيمن على هذه المنطقة، ويريد أن يقول للفرنسي والغير الفرنسي الأمر لي في منطقة الشرق الأوسط، وإذا أردت أن تتصرف عليك أن تمر من البوابة الأمريكية. بالمقابل أيضا الأمريكي يريد أن يخضع إيران ويأتي بها لشروطه في الموضوع النووي، في موضوع الأسلحة البالستية، وببساطة يعني هذا هو المحور، ويظهر هذا في الواقع اللبناني. وختاما المواطن اللبناني المغلوب على أمره هو ماذا يريد؟ يعني ما مصلحة المواطن اللبناني من كل هذه الصراعات؟ القضية أن المواطن اللبناني لا صوت له في هذا الصراع القائم في المنطقة. يعني إحنا المواطن يعيش أزمة اقتصادية، يعيش أزمة سياسية، يعيش أزمة اجتماعية، الفقر يطرق أبواب الجميع، الجريمة بدأت تتفشى في الشارع، البطالة، الهجرة، الآن عندنا عشرات الشباب المحاصرين بين لبنان وقبرص، والجثث التي تطفو على 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 شاطئ البحر كل ساعه واخرى وتحمل رسائل انقذونا. هذا هو الواقع، هذا المواطن اللبناني لا حول له ولا قوه في هذه المعمعة بأكملها، وهو يتحمل. يعني هلا ايضا نريد ان نحمل المواطن اللبناني جزء من هذه المسؤوليه، لان المواطن اللبناني في كثير من الاماكن تغاضى عن الفساد المسؤولين وانغمس في فسادهم واصبح جزء من منظومه الفساد. شكرا. تفضل اكمل جملتك. تفضل. بالتالي هؤلاء المسؤولون لم يصلوا الى ما وصلوا اليه من تغول ومن هيمنه ومن سيطره الا بعد ان يعني اخذوا هذا المواطن في جيبهم وصاروا به في الذي يريدون. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسين عطوي. أستاذ يحيى، ختاما هل هناك حل وسط ابتداء لهذه الأزمة إلى حد ما، التي فعلا فهمت منكم من ضيف عطوي بأنها أزمة إقليمية ليست مشكلة لبنانية داخلية؟
لا شك أن هناك حل. يعني الأزمة اللبنانية عودتنا على أنه يعني تشتد كثيرا وتعقد كثيرا ثم تجد لها مخرجا وحلا تسويا مؤقتا، والحل كان موجود في الأساس. يعني عندما جاء الرئيس الفرنسي إلى لبنان هو تعهد وأقنع حزب الله وأقنع أنه كونوا خارج الحكومة، وقبلوا معه بذلك، هم مقابل ضمانات فرنسية بأن هذه الحكومة مهمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي المالي في لبنان ولن تتعاطى في الشؤون الأخرى. عندك ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، عندك ملف العلاقات العربية، عندك ملف. طيب إذا قبلوا أن يكونوا خارج الحكومة لماذا يصر لبنان على تسمية وزير؟ عندما أتت أمريكا تدخلت أمريكا، والفرنسيون قالوا ذلك، عندما طولب الفرنسيون بأن ينفذوا قالوا لم نستطع، لأنه بعد 5 أيام تعهد الرئيس الفرنسي أتت العقوبات الأمريكية على بعض الأطراف اللبنانية وخاصة مساعد رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذه العقوبات كأنها إشارة أمريكية بأن الاستهداف لم ينتهي، ما زلتم في عين الاستهداف. وللأسف الطرف الذي يشكل الحكومة الآن يعني يسمع الكلام الأمريكي، حتى نقول أكثر من ذلك، أكثر مما يسمع الكلام الفرنسي. عندما تنتهي هذه العقدة يعود إلى المبادرة الفرنسية كما كانت في أساسها، أعتقد أن المخرج متوفر. شكرا لك الكاتب والإعلامي اللبناني أستاذ يحيى حرب. شكرا لك. بهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم. أترككم في أمان الله.